فينا الخير، فينا الخير، وأهل الخير في الدنيا كتير. نمسح دموع الناس ونحس بألمهم بالحب والإحساس، في الشدة بنعينهم مساكين والأجواهم، وهم محتاجين لإيدين تاخد بإيديهم وتمسح دمع حزين. مساكين والأجواهم وهم محتاجين لإيدين تاخد بإيديهم وتسعد قلب حزين. هنتاجر احنا مع الله دنيا وآخرة رابحين، لينا الأجر الكبير، لينا الأجر الكبير. فينا الخير، فينا الخير. الأب يبكي ليل نهار يدعو الله عز وجل أن ينقذه مما هو فيه، أن يفرج الله كربه وهمه، فهو لا يستطيع أن يخدم نفسه، فما بالك بالإنفاق على أولاده الأيتام. أيها المحسنون، أيها المؤمنون، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الرجل يستغيث بالصالحين، يستغيث بالمحسنين، لمن سأترك أولادي بعد مماتي؟ أرجوكم هيئوا لأولادي مسكنا، أو وفروا لهم مشروعا بسيطا يعيشون ويأكلون منه. فهل تلبون النداء؟ فهل تلبون النداء؟ اهلا بكم في برنامجنا فينا خير. معانا حاله فريده عن نوعها بتناشد كل انسان طيب وكل انسانه طيبه. تشوف معانا حاله الحاج رشاد. حاج رشاد حصل عنده حريق، زي ما الكاميرا هتوضح قدام منكم. الحريق عمل معاه ايه؟ زوجته توفت في الحريق، معاه طفلين. الحاج رشاد ما بيتحركش نهائي من على السرير. بس انا بقول لكل انسان طيب وكل إنسانة طيبة بتشاهدنا، هو ده العمل اللي ربنا ذكره في القرآن، هو ده العمل طريق الخير، وهو ده يا جماعة اللي قاعد نرحم إنسان فقد زوجته مع أولاده الاتنين، ما بيتحركش من على السرير، الجلسات الطبيعية مش عارف يعملها، ضد حيه مش عارف يجيبه، كم عيشة مش عارف يعيش. فين الرحمة؟ فين الإنسان الطيب اللي بيشاهدنا؟ فين الإنسان الطيبة اللي بتشاهدنا؟ تقف جنب الأسرة دي بجد. الأسرة دي بجد يا جماعة انهارت، انهدت، مش اللي عارفة تعيش. يا ريت يا كل إنسان طيب، يا كل إنسانة طيبة بتشاهدينا، ما نسيبش الأسرة دي بجد. الحاج رصاد نفسه يعيش، نفسه يخف، بيقولك مش لأجل أنا، لأجل الطفلين الصغيرين. زوجته توفت في الحريق، لولا اولاد الخير اولاد المنطقه وقفوا معاه جابوا له هي الاوضه دي، حتى السكن مش عارف يدفعه، حتى المعيشه مش عارف يعيش. يا ريت نتابع مع بعض. بس بقول للانسان الطيب اللي بيشاهدني، حس بالحاج رشاد بجد، لاجل الطفلين، لاجل سيدنا النبي، لاجل الانسان الطيب اللي بيشاهدني بجد يا جماعه، هو ده اللي عمل اللي قاعد في الدنيا وقاعد في الاخره. نرحم إنسان كان يعتبر
في شبه بيقول لك انا قبل التصوير معاه بيقول لك انا في شبه للاموات. لا اله الا الله محمد رسول الله. تعال نتابع مع بعض حاله الحاج رشاد واولاد الحاج رشاد، عايش ازاي، بيجيب علاجه ازاي، يا ريت نتابع مع بعض. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي حصل لك يا حاج رشاد؟ حضرتك انا انبوبه ضربت فيا انا وعيالي ومراتي، مراتي توفت في الحريقه وانا جسمي كله ساح وايدي الاتنين عجزت ورجلي عجزت اليمين ومش عارف اشتغل، وقاعد في اوضه حضرتك ناس اهل الخير قعدوني في اوضه هنا وجابولي سرير وقعدت عليه انا وعيالي، بس مش عارف اعيش. عايز حضرتك حاجة تأكل عيالي، أنا مش عايز حاجة لنفسي، أنا عايز حاجة لعيالي بس، أكتر ولا أكتر ولا أقل. أنا مش عايز حاجة لنفسي، أنا عايز حاجة لعيالي بس، أكتر ولا أكتر ولا أقل. إلا واحد حضرتك أنا عايش عشانهم، حضرتك أنا عايش عشانهم، مش عايز حاجة، أنا مش عايز حاجة من الدنيا إلا بس حاجة تأكل بيتي، تأكل عيالي. ابني مش عارف اوديه المدرسه عشان مشكلة الفلوس، العلاج ساعات ما باخدوش بالاسبوع والاسبوعين. اهل المنطقه هنا بس اللي بيديني 20 جنيه بيديني 30 جنيه اللي بيطلع لي مؤاخذه شويه اكل لعيالي، فانا مش عارف اعيش. بالله عليكم، بالله عليكم يا اخواتي، بالله عليكم يا اخواتي يا مسلمين، بالله عليكم كمان مره، انا نفسي افرح انا وعيالي، عايز حاجة مشروع يأكل يأكل عيالي. أنا قبل الحادثة كنت سواق توك توك، كنت سواق على توك توك، دلوقتي مش عارف أعمل أي حاجة ولا عارف أعمل أي حاجة. أخويا اللي بيحميني وبيلبسني كل حاجة، لو حتى مشروع أنا لو تجيبوا لي توك توك أخويا يشتغل عليه يصرف على بيتي أو تروسيكل أي حاجة أكل منها، هو ده المطلوب بس أكتر ولا أقل. مش عايز حاجة من الدنيا الا عيالي يكونوا مبسوطين واكلهم بس، اكتر من كده ابدا، عشان هم يطموا هم. امهم ساحت في الحريق في الانبوبه لما ضربت فينا، امهم ساحت خالص، النسبه بتاعتنا 70% حرق، وايدي الاتنين عايزه اوتار وعروق، لا اوتار والعروق ساحوا، أوتار وعروق صناعية مفيش مش موجودين في الدولة. العملية غالية جدا ومش عارف أعملها كمان، أنا بقالي سنة اهوت بعاني وبتعالج بالأعشاب وعلاج مش نافع معايا أي حاجة، بس أنا عايز أموت بس عيالي ما يتحوجوش لحد عشان أنا ماليش غير ربنا، أما جهر ربنا. طب بالله عليكم، بالله عليكم ساعدوني أنا وأولادي، أي واحد عنده أولاد يبص لأولادي، أي واحد عنده أولاد يبص لأولادي ويتكفل بيهم بالله عليكم، عشان أنا عاجز ومريض مش عارف أتحرك. انا نفسي اقوم اشتغل بس مش عارف، مش عارف يا استاذ خالد، مش عارف اشتغل. وانا بقول لاهل الخير بالله عليكم يا اخواتي ساعدوني، وجزاكم الله كل خير، والبرنامج جزاكم الله كل خير اللي انتوا تواصلتوا معايا، واولادي انا ما بوديش ولادي المدرسه من قله الفلوس. ابن مؤمن بيقول لي يا بابا انا نفسي البس طقم جديد، عندنا المنطقه هنا بيجيبوا لهم لبس بيلبسوهم، بس انا مش عارف اعمل ايه، نفسي مكسور، نفسي مكسور ونفسي افرح افرح عيالي باي مشروع حتى اكل عيالي، اي حاجه تاكل عيالي وخلاص، مش عايز حاجه من الدنيا اللي عايشه عيالي بس. انا مش اشكال، انا عارف ان انا بعد ايام، بس عشان خاطر عيالي بالله عليكم، بالله عليكم ساعدوني، بالله عليكم وحياة حبيبك النبي
وحياة حبيبك النبي أهل الخير يساعدوني عشان خاطر أولادي. مش عايز حاجة من الدنيا اللي عايشها يا يعني، بس أنا مش إشكال، أنا عارف إن أنا بعد أيام، بس عشان خاطر عيالي بالله عليك، بالله عليك ساعدوني، بالله عليك وحياة حبيبك النبي، وحياة حبيبك النبي أهل الخير يساعدوني عشان خاطر. امبارح واحد جداني 50 جنيه، واحد جداني 25 جنيه، رحت جبت شريط مضاد حيوي من الرخيص، رحت جبت شريط مضاد حيوي من الرخيص عشان ما ينفعش اسيب نفسي ولا ما اخدش علاج. لو ما خدتش المضاد الحيوي والعلاج الدم بينزل هنا، ما فيش عروق، الدم هيكلكع، هيحصل لي بتر في الايد الاثنين. لو انا ما خدتش العلاج المضاد الحيوي وبتاع تسيل الدم والإليفتران والكوتفلام 50 والهايبيوتيك المضاد الحيوي، انا لو ما خدتش العلاج ده حضرتك الدم هينزل لان ما فيش عروق، العروق ساحت، هيكلكع الدم هنا حضرتك، ممكن يحصل باتر في ايدي لو ما خدتش العلاج في ايدي الاثنين. ده على حسب الدكتور ما قال لي، وبعمل جلسات في معهد الشلل اللي في امبابة كهرباء، بقالي 6 أشهر بعمل جلسات مفيش فايدة، حتى انا ما بعرفش اروح الجلسة عشان قلة الفلوس، انا بعمل الجلسة ب80 جنيه، بعمل الجلسة ب80 جنيه بالشمع، الشمع اللي هو بيديني علبة شمع كده بنزل اجيبها من الصيدلية. مدرسة؟ لا ما اروحش المدرسة، ابويا مش عارف يجيب لي شنطة ولا حد عارف يجيب لي شنطة عشان هو معاش فلوس وهو تعبان. نفسي اروح المدرسة، ونفسي اعيش شنطة اروح المدرسة، ونفسي مبسوط، ونفسي افرح مع بابا كده، نفسي اللي فيه ده انا نفسي فيه. ماما فين يا ماما؟ ماما ماتت الله يرحمها، ماتت الله. نفسك في شنطة يا ماما؟ نفسي في شنطة، ونفسي في لبس بتاع مدرسة عشان اروح المدرسة، بروحش بارك المدرسة، صحابي بيروح المدرسة وانا لا. نفسك بابا يخف؟
الاب ما بيتحركش زي ما انتم شايفين كده، الاوتار رجليه ساحت، رجليه ساحت قدام منكم، المنظر قدام منكم زي ما انتم شايفين. ربنا كرمه بطفلين صغيرين. بشهادنا ده اكيد بالفعل مش هيسيبك ولا هيسيب اولادك. يا رب يا استاذ خالد، عشان تعبت والله العظيم تعبت. انا تعبت يا استاذ خالد. بسم الله، قول للمسلمين كلهم، احنا كلنا مسلمين، فالمسلم لازم يقف جنب اخوه. انا مراتي ماتت وعاجز، واولادي مش عارف اعمل معاهم اي حاجه، بيصعبوا عليا ساعات بيناموا من غير عشاء، بيصعبوا عليا. تعبت ومش عارف اعمل حاجة، نفسي في حاجة تاكل عيالي بس، ولا اكتر ولا اقل، عشان لو سبتهم الى حاجة الست تسند عليهم يصرفوا من انا. الاب يبكي ليل نهار يدعو الله عز وجل ان ينقذه مما هو فيه، ان يفرج الله كربه وهمه، فهو لا يستطيع ان يخدم نفسه، فما بالك بالإنفاق على أولاده الأيتام. أيها المحسنون، أيها المؤمنون، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الرجل يستغيث بالصالحين، يستغيث بالمحسنين، لمن سأترك أولادي بعد مماتي؟ أرجوكم هيئوا لأولادي مسكنا، أو وفروا لهم مشروعا بسيطا يعيشون ويأكلون منه، فهل تلبون النداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم، انا عارف ان انتم حنينين وشعب مصر حنين، بقول بالله عليكم وحياة حبيبكم النبي، لا تساعدوني وتساعدوا اولادي. انا عندي اخ صغير مني، لو تجيبوا لي توك توك، لو تجيبوا لي توك توك هو يشتغل عليه ويصرف على البيت، او تروسك اي حاجه يجيب لي بيتي حتى 50 جنيه في اليوم، مع ان احنا في غلا جامد. اهل المنطقه هنا بيعملوا شويه اكل ويطلعهم لي، اللي بيطلع لي 20 جنيه، اللي بيطلع لي 50 جنيه، اللي بيطلع لي 10 جنيه، اللي بيطلع لي 5 جنيه. انا نفسي مكسوره وعيالي مش عارف اعمل حاجه، مؤمن اللي بيخش يحميني، مؤمن يناشد المؤمنين، هو وأخوه زياد من الصابرين المحتسبين، الطامعين في كرم المحسنين، آملين أن يفرج الله كربهم وهمهم، فهما يعيشان في كنف أسرة معدمة أكل الحريق مسكنه البسيط الذي كان يأويهم.
بل تركهم أيتاما بلا أم تحنو عليهم بعد أن فتك الحريق بها، وترك أبوهم لا يقوى على شيء بعد أن أكل الحريق جسده، فأصبح حيا ميتا يحتاج لمن يعينه وينفق عليه. بابا يخف يبقى كويس. ماشي. خلي بالك من اخوك فهد. من عارف والله، هو اخويا الصغير، وانا عايز هدوم جديده عشان والله وانا بقول لكم بجد، انا عايز هدوم جديده بس عشان اروح المدرسه، مش عاوز حاجه تاني. انا عايز بس بابا يخف، مش عاوز حاجه تاني. ديكوا شايفين يا جماعه حاله فهد ومؤمن عاملين ايه. مؤمن بيقول لك انا مش عاوز حاجه الا هدوم جديده عشان اقدر اروح المدرسه. حاسين يا جماعه؟ حاسه كل ام بتشاهدني دول ام اولادك، وكل اللي مشاهدني وشاهد التقرير ده بجد دي بقولك كل شهر يعتبر بيصرف ايه علاج ايه؟ ب 1000 جنيه هيقدر يجيبه كل الشؤون الاجتماعيه اللي بتديهوله 400 جنيه كل 10 ايام بالظبط لازم يجي يجدد العلاج ب 390 جنيه. بجد بالله عليكم يا جماعه، هيجيب العلاج ولا ياكل اولاده ولا هيدفع السكن ولا هيعيش ازاي؟ وانتوا فاهمين يا جماعه الاولاد او الاب لما يفقد الام لو والدتك اتوفت ليك مليون ام بتشاهدك، ليك مليون ام هتسال عليك، ليك مليون ام هتقدر تطبطب عليك، هتقدر تمسح دموعك، هتقدر تدخلك المدرسه. الاب بيقول لك ايامي معدود ليه؟ عشان يائس. عشان نرجعه له الامل من جديد لاجل اولاده. وانا اسف ان بعرض التقرير ده قدام منكم، بس والله مضطر. وادي الكاميرا هتوضح معيشته. هي معيشته ايه؟ هي السرير ده اللي جاي منين؟ الجيران او اولاد الجيران او اولاد المنطقه اللي قدروا يجيبوه له. حته التلفزيون قدام منه هي الحصيره. بالله عليكم يرضيكم يا جماعه. ذات نفسه لازما لو ما غيرش على الجرح او ما خد مضاد هاي بقول لك بتنزف دم قدام مين. هسيب الحكم ليكم انتم. اكيد في انسان طيب، في انسانه طيبه هتقدر تحكم بجد على الاسره دي. ونفسي ارقامنا ظاهره قدام منكم على الشاشه، حد يرن عليا يقول انا هتواصل مع الاسره دي، انا هروح اشوف بنفسي، انا هطبطب على مؤمن وطبطب على اخوه واقدر امسح دموعهم. وانا قلت لكم انا اسف على تعبير كلامي وعلى عرض الحاله، بس غصب عني انا مضطر. واخر ختام ما بقولش غير يا رب. الأب يبكي ليل نهار يدعو الله عز وجل أن ينقذه مما هو فيه، أن يفرج الله كربه وهمه، فهو لا يستطيع أن يخدم نفسه، فما بالك بالإنفاق على أولاده الأيتام. أيها المحسنون، أيها المؤمنون، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الرجل يستغيث بالصالحين، يستغيث بالمحسنين، لمن سأترك أولادي بعد مماتي؟ أرجوكم هيئوا لأولادي مسكنا،
أوفروا لهم مشروعا بسيطا يعيشون ويأكلون منه، فهل تلبون النداء؟ مؤمن يناشد المؤمنين، هو وأخوه زياد من الصابرين المحتسبين الطامعين في كرم المحسنين، آملين أن يفرج الله كربهم وهمهم، فهما يعيشان في كنف أسرة معدمة أكل الحريق مسكنهم البسيط الذي كان يأويهم، بل تركهم أيتاما بلا أم تحنو عليهم بعد أن فتك الحريق بها، وترك أبوهم لا يقوى على شيء بعد أن أكل الحريق جسده، فأصبح حيا ميتا يحتاج لمن يعينه وينفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قدمتم لإخوانكم؟ أما قال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم والأتباع: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بس بيكم أنتم نقدر نديهم الحياة، نقدر نفتح لهم الأمل من جديد. الراحمون يرحمهم الرحمن. أهلا بيكم في برنامجنا فينا خير. معانا حالة فريدة عن نوعها، معانا حالة بتناشد كل إنسان طيب، كل إنسانة طيبة. معانا حالة أبو رضا، عنده 70 سنة، ربنا كرمه بابنه معاه، ابنه اللي قدام منكم الكاميرا هتوضح لكم كل شيء، عنده 40 سنة، كل أمية حياته نفسه يجيب له علاجه. حاج رضا قبل التصوير بيقولك نفسي في كرسي متحرك بكرامة أقدر أخرج رضا عليه. كلمة عيشة، حاج رضا بيقولك أنا عايش تحت السل. يا ريت الانسان الطيب والانسانه الطيبه تشاهد معانا الحاله دي. بقولك بيجي علينا ايام بننام من غير عشاء، بيجي علينا ايام ما بلقيش نجيب العلاج لرضا. اكيد في انسان طيب، في انسانه طيبه بتشاهدنا، يا ريت ما نسيبش الاسره دي معانا. والده رضا متوفيه، مفيش الا هو والده اللي عنده 70 سنه هو اللي بيعوله. بقولك نفسي اقدر اجيب العلاج لرضا، نفسي ما موت هسيبه لمين؟ حاسين يا جماعة؟ بجد أنا بجد والله ما عارف أعبر عن الكلام ولا الوضع، الحالة اللي احنا عايشين فيها وقاعدين فيها ايه؟ الكاميرا هتوضح كل شيء قدام منكم، الدولاب عامل ازاي؟ المعيشة عاملة ازاي؟ ذات نفس الحطان بتقع عليه. يا ريت الإنسان الطيب يشاهدنا وتابع معانا التقرير ده. سلام عليكم حاج. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مشكلتك يا حاج؟ والله مشكلتي ان رضا ده من ساعة ما الله متوفت وانا اللي شايل همه، بجيب له علاج معاش قليل وبجيب له علاج بيكلفني اكتر من المعاش مرتين ثلاثة اذا كانوا بيساعدوني اهل الخير او كده او كده، وانا اللي متكفل بيه اذا كان علاج ولا اكل ولا شرب ولا ده ولا ده ولا ده، لدرجة ان انا بدين فوق المعاش. وبعدين قاعد في شقة في الدور الارضي فيها لمواخدة لان الحمام بينزح عليا، وزي ما انت شايف مش قادر حتى لا بياضة ولا اعمل فيها اي حاجة، والسقف بيقف عليا، ودي حكمة ربنا يعني هعمل ايه؟ فالواحد بيتمنى من اهل الخير والقلوب الرحيمة انها تساعدنا لوجه الله، بس ما اقدرش اقول لك اكتر من كده يا استاذ خالد. عنده 5 سنة، عنده 40 سنة وما بيتكلمش، يعني عنده تخلف عقلي مولود كده، لا بيتكلم ولا حتى لو خرج الشارع ما يرجعش، وعايش على العلاج اللي هو المهدئ والمنوم ده على طول، زايد الاكل بتاعه لانه له وجبات خاصه، يعني ده عايز ياكل كل في الاسبوع لحمه وسمك وفراخ، لو اكلت اي اكل ما يجيش مع العلاج.
يعمل عنده زغلله ويعمل عنده رحشه وبتاع حاجه زي كده، فبضطر ان انا بقى يعني هو هعمل ايه؟ ادي قدري. للقلوب الرحيمه وخلاص، ما اقدرش اقول اكتر من كده والله. هو بياخد علاج قد ايه؟ ده بياخد يعني على طول في الاسبوع، علبه من زايده في الاسبوع، وبتاع برشام من الاسبوع برضو علبه زايده، يعني اربع علب وساعات ممكن تبقى خمسه لو ليه؟ لان الازازه اللي فيها ازازه صغيره اهي، الازازه اللي فيها دي ازازه صغيره. دي بكام؟ العلبه دي 68 جنيه اهي علي علي. كل اسبوع محتاج العلبه دي، يعني في الشهر محتاج اربع علب من دي يعني. وبعدين دول برضو بنفس الطريقه اربع علب برضو في الشهر، يعني اربع علب في الشهر ممكن يبقوا خمسه ممكن يبقوا سته برضو، دي على حسب ايه يعني، على حسب الحاله، لان هو ساعات لما بيجي له الحاله ما بنقدرش نسيطر عليه لانه ما بيتكلمش، يعني عنده تخلف وعدم الكلام. ادي هو طبعا ده، ما انت شايف انا اللي قاعد معاه وانا اللي باكل وانا اللي بلبسه، ولما هو صير انا اللي بدخله الحمام وانا اللي بشطبه وانا والحمد لله. وبرضه انا راضي بحكم ربنا من بعد ما امه ماتت بقى لها خمس سنين انا اللي شايفه كده. يفترشون الارض ويلتحفون السماء. الأب السبعيني الذي بلغ من العمر عتيا يعول ابنا معاق ذهنيا لا يتكلم بل هو منفصل كليا عن الحياة. أسرة مسكينة فقيرة معدمة عصف الزمان بها وأنهك جسد أفرادها. الأب يعاني من أمراض عديدة ولا يجد العلاج والدواء، بل هو يوفر من ثمن الدواء للإنفاق على ولده المعاق وأسرته المسكينة الضعيفة. هم يعيشون في مسكن غير آدمي أشبه بالمقبرة، الغرفة آيلة للسقوط، فهم معرضون للخطر في أي لحظة. فسارعوا وبادروا يا عباد الله المحسنين لإنقاذ هذه الأسرة المسكينة. فرجوا كربهم، أعينوهم بصدقاتكم. فالأب يحتاج إلى كرسي متحرك بصورة عاجلة، يحتاج إلى العلاج والغذاء لولده المعاق، فهم في أمس الحاجة لصدقاتكم العاجلة. بارك الله فيكم، فرج الله همكم، بارك الله في أموالكم وأولادكم وعافيتكم أيها المحسنون. يعني عنده تخلف عقل مولود كده، لا بيتكلم ولا حتى لو خرج الشارع ما يرجع، فبضطر ان انا بقى يعني هعمل ايه؟ هذا قدري. بقى لها خمس سنين متوفيه، ويمكن عايز اوضب الشقه او مش قادر يعني هاكله ولا اجيب له علاج ولا اوضب الشقه، مش قادر ولا اصرف عليه. والله يمكن انا مديون اكتر بمدام باكتر من 2000 جنيه دين بسبب اكل رضا وعلاجه، مش قادر ولا اصرف عليه. والله يمكن انا مديون اكتر بمدام باكتر من 2000 جنيه دين بسبب اكل رضا وعلاجه، مش قادر اقول اكتر من كده والله يا استاذ خالد بصراحه يعني، وربنا المعين. مش قادر اقول اكتر من كده والله يا استاذ خالد بصراحه يعني، وربنا المعين.
نايمين معاشتهم. نايمين الناس دي نايمين تحت السلم يا جماعة، يا ناس يا مؤمنين موحدين بالله. كاميرا وضحها قدام منكم. ذات نفسه بيقول لك لو ما خدش العلاج بيجي له انهيار عصبي قدام منكم، حتى لو جاب العلاج بيقول لك انا مش قادر اغذيه، هغذيه منين؟ الاب اللي عنده 70 سنه اللي هينزل يشتغل دلوقتي اكيد. كاميرا وضحها قدام منكم بجد، وانا اسف على العرض الحالي. وعمر مصر ما تنسى الحالات اللي زي دي، ولا القلوب الرحيمه هتنسانا والله بفضل ربنا. وبعدين احنا بنشكركم على انكم انتوا بتقدموا الحالات دي، يعني على الناس الغلابه دول. ودي انت شفت الحاله يا استاذ خالد على الطبيعه، يعني انا حاليا مش قادر حتى اسيطر عليه قدام منك اهو. بس يعني انا حاليا مش قادر حتى اسيطر عليه قدام منك اهو. بس علاجه النهارده بياخد الصبح، ويعني بياخد مرتين ومرتين بالليل، يعني مرتين، يعني بياخد 4 مرات في اليوم. جالهم رساله وتقول لهم اقول لهم ان طبعا ما نقص مال من صدقه، وصدقه المريض هي الصدقه اللي هي الجاريه. احنا مش عايزين اي حاجه الا ان احنا نعيش زي ما الناس عايشه، وعيل زي ده نوفر له علاجه ونوفر له اكله ونوفر له شربه. احنا مش عايزين اي حاجه الا ان احنا نعيش زي ما الناس عايشه، وعيل زي ده نوفر له علاجه ونوفر له اكله ونوفر له شربه ونوفر له المكان اللي هو يقدر يليق بيه حتى الحياه تستمر. وربنا سبحانه وتعالى هو بقى اللي عارف الاعمار اللي احنا فيها يعني. بس يا استاذ خالد يعني احنا هنقول ايه؟ احنا بنشكر القلوب الرحيمه اللي هي بصينا وتعتف علينا وعلى الحالات اللي احنا فيها دي، من ناحيه الاكل ومن ناحيه الشرب ومن ناحيه العلاج ومن ناحيه اهو ده زي ما انت شايف سيادتك، شفت الشقه عامله ازاي؟ كلها مكسره والحمام طافح، وربنا هو اللي عالم بينا يعني. ومن ساعه ما امه ماتت انا اللي مكفل بيه بقى لي 5 سنين، انا مديون له اكتر من 2000 جنيه بسبب اكله وعلاجه والله، من اهل الخير برضه يعني. ومن ساعه ما امه ماتت انا اللي مكفل بيه بقى لي 5 سنين، انا مديون له اكتر من 2000 جنيه بسبب اكله وعلاجه والله، من اهل الخير برضه يعني. قدام منكم هو الاب اللي عنده 70 سنه زي ما انتم شايفين الكاميرا موضحه قدام منكم البيت واقع عليه ازاي. هل كتير يا جماعه نقدر نوضب له البيت ده؟ في انسان طيب، في انسانه طيبه بتشاهدنا دلوقتي تقول انا هقدر اتكفل اجيب له العلاج؟ توضيب الاوضتين اللي قاعد فيهم كاميرا موضحه قدام منكم الاوضه والصاله هتصرف كام؟ 5000 جنيه؟ هل كتير على الانسان الطيب؟ نقدر جنيه على جنيه نقدر نعمل له بيته يا جماعه؟ زي ما انتم شايفين البطانيه اللي متغطي بيها عامله ازاي؟
المعيشة قدام منكم برضو عايشة ازاي؟ الناس ازاي يا جماعة احتبرون انها عايشين؟ مفيش. نفسنا نجيب له كرس متحرك بالكهرباء، الاب اللي عنده 70 سنة بيقولك لما بروح اكشف عليه ما بقدرش اشيله. نفسي اجيب له كرسي متحرك بالكهرباء اخرج اقدر اوديه. ودي كنتوا شايفين قدام منكم الحالة منهارة عاملة ازاي. رضا اللي قدام منكم ده المعاق ده عنده 40 سنة وابوه عنده 70 سنة. اكيد يا كل انسان طيب، يا كل انسان تعب كتير. الاب ذات نفسه بيقولك انا تعبت لما امه توفت، انا اللي شايله بس مش قادر، اتدينت مش عارف اجيب له علاجه، مش عارف اجيب له. القلوب الرحيمة والناس الطيبين ان يجوا، احنا هو ساكنين في دور ارض في الارض، وبعدين في مناطق عشوائية كلها، الحيطان مكسرة والدنيا مكسرة، والولد ده من ساعة ما امه ماتت انا اللي بتولاه وانا اللي بجيب، واهل القلوب الرحيمة اللي هو احنا بقى محتاجين علاج ومحتاجين اكل ومحتاجين شرب ومحتاجين ده ومحتاجين ده. والله العظيم انا بس اللي بعرف اجيب له العلاج، لا ما عادش مقضيني ولا الفلوس اللي انا مستلفها مقضياني، والواحد وانا عندي 70 سنه والواد ده عنده 40 سنه، وبعدين امه ميته، وبعدين انا مش عارف انا نفسي لما انا يجرى لي حاجه الواد ده هيروح فين برضه، الا بمعرفه القلوب الرحيمه اللي زي حالاتكم، وربنا يعمل ما فيه الخير وربنا يحنن قلوبكم علينا، ده اللي انا اقدر اقوله. ادي وبعدين برضو يعني الولد ده يعني بقى عايز اخرجه واديه واجيبه واعمله برضو اذا كان محتاج كرسي ولا محتاج اي حاجة اوديه، انا مربوط بيه والله، ولا عارف امشي شمال ولا عارف امشي يمين، وربنا هو المجازي بقى، ولا عارف امشي شمال ولا عارف امشي يمين، وربنا هو المجازي بقى. اه ربنا سبحانه وتعالى، طب هعمل ايه؟ والقلوب الرحيمة بقى، احنا بنتمنى من القلوب الرحيمة المساعدة، واللي بيساعد الناس ربنا بيساعده، ده اللي انا اقدر اقوله بس، وربنا يحنن قلوبكم علينا. او ربنا سبحانه وتعالى، طب هعمل ايه؟ والقلوب الرحيمة بقى، احنا بنتمنى من القلوب الرحيمة المساعدة، واللي بيساعد الناس ربنا بيساعده، ده اللي انا اقدر اقوله بس، وربنا يحنن قلوبكم علينا. وادي احنا في شقة ايه كلها الحيطان بتاعتها واقعه والسقف واقع، وربنا اللي عالم بينا يعني، مش عارفين نعمل الشقه ولا اجيب له العلاج ولا اكله ولا البس ولا مش عارف اعمل ايه يعني، وربنا كبير، مش عارفين نعمل الشقه ولا اجيب له العلاج ولا اكله ولا البس ولا مش عارف اعمل ايه يعني، وربنا كبير، وربنا كبير. رضا اللي قدام منكم ده المعاق ده عنده 40 سنة وابوه عنده 70 سنة. اكيد يا كل انسان طيب، يا كل انسانة طيبة بجد، ده عمل من اعمال الخير، طريق من طريق الجنة، يا ريت نصارع عليه بجد وما نسيبش الحالة دي بجد، عشان الاب يئس، الاب اللي وصل عمره 70 سنة والحالة قدام منكم رضا المعاق اللي قدام منكم عنده 40 سنة، تعب كتير. الاب ذات نفسه بيقولك انا تعبت لما امه توفت، انا اللي شايله بس مش قادر، اتدينت مش عارف اجيب له علاجه، مش عارف اجيب له اكله. يا ريت يا كل انسان، يا كل انسانه بتشاهدين، ارقامي ظاهره قدام منكم على الشاشه، يا ريت نسارع
في عمل من اعمال الخير، طريق من طريق الجنه، واخر ختام ما بقولش شيء يا رب. يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. الأب السبعيني الذي بلغ من العمر عتيا يعول ابنا معاق ذهنيا لا يتكلم، بل هو منفصل كليا عن الحياة. أسرة مسكينة فقيرة معدمة عصف الزمان بها وأنهك جسد أفرادها. الأب يعاني من أمراض عديدة ولا يجد العلاج والدواء، بل هو يوفر من ثمن الدواء للإنفاق على ولده المعاق وأسرته المسكينة الضعيفة. هم يعيشون في مسكن غير آدمي أشبه بالمقبرة، الغرفة آيلة للسقوط، فهم معرضون للخطر في أي لحظة. فسارعوا سارعوا وبادروا يا عباد الله المحسنين لإنقاذ هذه الأسرة المسكينة. فرجوا كربهم، أعينوهم بصدقاتكم. فالأب يحتاج إلى كرسي متحرك بصورة عاجلة، يحتاج إلى العلاج والغذاء لولده المعاق، فهم في أمس الحاجة لصدقاتكم العاجلة. بارك الله فيكم، فرج الله همكم، بارك الله في أموالكم وأولادكم وعافيتكم أيها المحسنون. اهلا بيكم في فرحه جديده وامل جديد. اكيد كنتوا فاكرين معانا حاله من صبري المعاق اللي كان بيقول لك انا ماليش لازمه. هنفكركم بتقرير صغير كده ونرجع تاني لصبري ونشوفه، شوف فرحته ازاي. نفسك ليه لصبري تعملي حاجه؟ سير ربنا كرمه الدكتور يعالجه، ماشي. الدراجه اللي هي بالكهرباء دي يتحرك عليها ماشي، يعني مش طالع حاجه يعيش منها ماشي، يعني اللي ربنا يكرمنا ويرزقنا بيه. انا مش طالبه حاجه اكتر من اللي بس يطلع يتحرك يشوف الدنيا وحاجه يعيش منها، عشان يدوك العمر لما اموت يبقى حاجه يعيش منها، عشان ما سيبوش كده هو. كل واحد عيلان بنفسه. انا نفسي ابقى يعني الناس تشوف حالتي وترفع بيا وتشوف والدتي. انا راجل عندي 35 سنه مش عارف اعمل ايه ولا اعيش ولا ماليش حد، قاعد كده خلاص، يعني اعتبر زي اي حاجه ملهاش لازمه. نفسي في حته مكنه اتحرك بيها الدكتور لو يتفرج بيعرف يعالجني، يعني ابقى حاجه اتغير من حياتي فيما بعد. زي ما انتم شايفين كده معانا يا جماعه الفرحه جميله. صبري اللي كان بيقول لك انا عندي 35 سنه وحاسس ان ماليش لازمه، الحمد لله بالانسان الطيب، بالانسانه الطيبه اللي بتشاهدنا، قدرنا نقول له صبري ارفع راسك فوق. كان امنيه حياته دراجه بخاريه يخرج يشوف الناس،
الحمد لله بالفعل جينا من المعرض دلوقتي اهوت بنقول له صبري اختار المكنه اللي انت عاوزها، والحمد لله صبري اختار المكنه واديكم انتوا شايفينه وهنشوف فرحته دلوقتي اهوت. ازيك يا صبري؟ ازي حضرتك؟ انت المكنه عام؟ تمام يا استاذ خالد، الحمد لله استلمت المكنه وانا متشكر لحضرتك وبشكر كل البرنامج وبشكر الحاج ام خالد والحاج ابو خالد وربنا يجعلهم ميزان حسناتهم. انت شوف الناس يا عم. دول بقى اتحركوا كده وانا شايفين الابطال لكل اللي تعب معايا وكل اللي وقف وكده، واقدر اتحرك واشوف الناس واتغير يعني اكيد الحمد لله. نرفع راسنا فوق. الحمد لله الحمد لله يا استاذ خالد، احنا شاكرين يعني مش عارف انت حضرتك، انا اول ما اتفرجت بس ان انا اوصل استاذ خالد ما سابنيش وهو اللي فضل معايا وفضل اتصل على كتير وفضل ما سابنيش لحد ما سلمت المكنه وقف معايا في كبيره وصغيره. انا بشكر استاذ خالد جامد، بشكر كل اللي وقف معايا. استاذ سعيد المختص يا جماعه بالمعرض هنا هو هيسلمه الجواب بنفسه دلوقتي. ربنا يجازيك يا استاذ سيد على عملك الطيب. تحت امر حضرتك يا استاذ خالد، واحنا خدامينك وخدامين الناس الطيبه وكل حاجه كويسه بنحب نعملها مع الناس اللي تستاهل. احنا امانه لما جينا المعرض لحضرتكم انتم ما قصرتوش معانا في اي حاجه وقمتم معانا باللازم ومتشكرين لحضرتك. واحنا اتشرفنا لحضرتك والله، وانت حاجات انسانيه بتعملها حضرتك كتير وتشكر وسعدت واجد زي دوت، فعلا احنا شفناه في التلفزيون وشفنا البرنامج بتاعك وفعلا انت سعدت وهو كان يائس من الحياه. المكنه دي قيمتها كام؟ قيمتها 13,500. طب نسلم الجواب بقى للاستاذ صبري. اتفضل يا عم. حضرتك وانا شاكر قوي الجواب والف شكر على ده، واحنا تعبانين قوي والف شكر يا استاذ خالد، انا مش عارف اشكره بكام، وانا مبسوط ان انا جبت المكنه واستلمت الجواب من استاذ خالد واستاذ سعيد، وانا يعني مبسوط جامد قوي مش هقدر يعني الحمد لله الحمد لله. ازيك يا حاجه اخبارك؟ يا رب يخليك يا استاذ خالد وربنا يكرمك ويسعدك يا رب. مبسوطة على صبري دلوقتي؟ طب مبسوطة مبسوطة مبسوطة، ربنا يبارك لنا فيكم ويحفظكم ويحميكم يا رب يجعل في ميزانات حسناتكم. خلي بالك يا أم قدماتك غالية علينا بجد، يعني إحنا على قد ما مبسوطين كنا زعلانين معاكي بجد والله. يا رب يحفظك ويحميكم ويحفظكم كلكم، وأنا بشكر كل اللي على البرنامج وأشكر الحاج أم خالد وأشكر الحاج أبو خالد وربنا يكرمكم ويسعدكم ويجعلوا في ميزانات حسناتكم كلكم يا رب. والف الف الف شكر يا استاذ خالد، الله يسعدك ويكفيك شر طريقك ويجعلك من ذات حسناتك. نفسك تطلعي عمره؟ ونفسي اطلع عمره، ويا دي بقى يبقى الوقت تطلع عمره تدعي لنا هناك؟ ادعي لكم طبعا طبعا، ادعي لكم من كل قلبي. احنا من دلوقتي بنقول لك حضر الجواز. طب يا رب يسعدك يا رب يحفظك. صبر تطلع والدك عمره ولا بلاش؟ والله انا لو كنت كده ما كنتش جبت المكنه وكنت طلعتها. مش كده ما كنتش تجيب المكنه وتطلع والدتك عمره؟ والله ما كنت جبت المكنه وكنت طلعتها. حسين يا جماعه بجد الفرحه جميله ازاي يا جماعه؟ صبري صبري اللي انا بنقول له والدتك هنقدر نطلعها عمره بيقول لك لو انا اعرف كده ما كنتش جبت المكنه وطلعت امي. اكيد انتوا طعم راسكم فوق عشان فيكم الخير، في ناس طيبين بتشاهدنا بجد ما سابتش صبري ولا والدة صبري. وجماعه زي ما انا قلت لكم العمل ده هو اللي قاعد، هو اللي قاعد في الدنيا وقاعد في الاخره، وانا قلت لكم والله بينفع جاه ولا بينفع مال ولا بينفع سلطه، هو العمل ده يا جماعه هو الرصيد اللي قاعد في الدنيا وقاعد في الاخره. لما نحسس انسان بيقولك عندي 35 سنه حاسس ان انا ماليش لازمه، قدرنا الحمد لله نجيب لي مكنة لصبري يقدر يخرج ويشوف الناس. الأم اللي كانت بتبكي قدام منكم بتقول لك أنا لو مت هسيب صبري لمين؟ بنقول له أمنا ما تخافيش وربنا يديكي طولة العمر. وصبري له مليون أم بتشاهده، له مليون أب بتشاهده، بالفعل وقف وقال حاجة أقدر أجيب مكنة لصبري. بكام يا جماعة المكنة؟ ب 13,000 جنيه، بس قدرنا نرجع لهم الأمل من جديد، قدرنا نرجع لهم البسمة من جديد يا جماعة. وأنا قلت لكم جنيه على جنيه هنقدر نمسح دموع الناس دي، هنقدر نخبط على بيوت ناس كتير، ليه؟ عشان أنتم فيكم الخير. بجد. ويا ريت ما نتأخر على عمرة لأم صبري اللي كافحت على صبري.
الام الكبيره اللي قدام منكم اللي كافحت على صبري، صبري اللي ذات نفسه معاك بيقول لك لو انا خد المكنه واطلع امي، بس بنقول له صبري لا. ليه؟ عشان في ناس طيبين كتير هنقدر نطلع ام صبري، وهنقدر نطلع ناس كتير بجد، وهنقدر نساعد ناس كتير. ليه؟ عشان انتم فيكم الخير، انتم فيكم الامل، واخر ختام ما بقولش غير يا رب.